أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين. أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأثاث والأخشاب استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث، كما وقع الأطراف الثلاثة بروتوكول تعاون على هامش فعالية الدورة 14 لمعرض فرينكس أند هوم المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه ورئيس غرفة صناعة ومنتجات الأخشاب والأثاث المهندس أحمد حلمي ورئيس المجلس التصديري للأثاث المهندس إيهاب درياس. للمزيد ينضم معنا عبر الصوت والصورة المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث. باشمهندس أحمد أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك والسادة المشاهدين بخير. اهلا بيك يا فندم نورتنا. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه. بص حضرتك، هو البروتوكول عملناه على هامش، هو كان حاجتين، اول حاجه بروتوكول، واعلنا عن استراتيجيه الاساس في الفتره القادمه ان شاء الله اللي بتحدد كل التحديات اللي قطاع الاساس هيشوفها وعايز يحققها في خلال الاربع سنين اللي جايه. ده بيوري ان المعرض اللي احنا فيه اللي هو فيرنكس اند هوم ده قاعده كبيره قوي بنجمع فيها مصنعين مصر كلها عشان نحسن ونجود ونعلى بالصناعه المصريه في الاساس اللي احنا نوصل مش بس لسوق محلي للعالميه كمان. طيب باشمهندس احمد، وبالتالي تعاوننا مع تحديث الصناعه في النطاق ده. اتفضل يا فندم. يشرفنا السنة دي ان في المعرض فيه اكتر من 150 مصنع مصري بصناعاتهم بتروح للعالم كله، يعني 80% منهم بيصدروا لاكتر من 50 دولة في العالم. عايزين المصريين، عايزين كل واحد عايز يفرش النهاردة يجي يشوف مصر تقدر تنتج ايه ومصر تقدر تصدر ايه ومصر تقدر تلبي الاحتياجات المحلية بالضاعة فوق جودتها عالية جدا واسعارها فوق المناسبه. باشمهندس احمد، يمكن شايف النهارده بيتصادف ان زي ما معك الكلمه مجددا اللي هو البلاك فرايداي، احنا سميناه اليلو ويك، ما في تخفيضات مغريه جدا من كل الصناع ومن كل العارضين للساده الزوار النهارده الحمد لله. طيب باشمهندس احمد، يعني كنت عايز اسال حضرتك على اختيار اللون يلو ويك، يعني احنا شفنا في مصر او في العالم كله في بلاك فرايداي، في مصر اصحاب المحال التجاريه اختاروا وايت فرايداي الابيض، اللون الابيض، حضرتك اخترتوا يلو ويك، ايه سر اختيار اللون؟ ده اللون بتاع اللوجو بتاع فيرنكس، ما احنا قلنا بدل ما هنخليها بلاك فرايداي بس هنخليها خميس جمعه سبت حد، ما خليناها اليالو ويك ما عشان التخفيضات اعلى من بتاعه البلاك فرايداي كمان. ما التخفيضات ما توصل لكام في المية؟ لكن اليالو يكسب المره دي. في ناس وصل لغايه 50 و60%، في ناس حاطه عربيات كمان هديه وحقيقيه الكلام ده، في ناس بتدي شهر عسل هديه، في شركات عارضه لما حضرتك بتاخد اوضتين بتاخد الثالثه هديه، يعني بارقام كبيره، في تنافس كبير قوي بين الناس العارضين ان هم يقدموا عروض خاصه جدا في المعرض عشان عايزين كل بيت مصري فعلا يشوف الصناعه المصريه وصلت للعالميه ازاي من خلال المعرض. باشمهندس احمد، شايف المعرض زي ده ازاي يكون ليه دور في تعزيز الصناعه، صناعه الاثاث داخل مصر، وكمان ياخدنا لافاق ارحب بالتصدير؟ بص حضرتك، احنا كصناع اساس واخدين على عاتقنا عهد مفيش استيراد بعد كده، اي حاجه النهارده في الاساس ان شاء الله ان شاء الله هنلبيها ونفوق على اي منتج يجي من بره وباسعار احسن كتير قوي من اللي بتيجي من بره. مش عايزين ننسى ان اول منتج اساس اتعمل في العالم اتعمل في البلد دي، اتعمل في بلدنا، احنا بنملك من المهاره والجوده باع كبير جدا. يمكن زي ما ذكرت لحضرتك ان الشركات دي بتصدر للعالم كله، احنا بننقل كمان الاذواق اللي بنروح فيها
في دول مختلفة في معارض مختلفة عشان المستهلك المصري يقدر يشوفها. تعرف حاجة قطاع الأساس أو صناعة الأساس من الصناعة النمطية واللي هي بتتغير كل شوية زي الموضة بالظبط، وبالتالي احنا حريصين ان دايما بننقل الترندز والأذواق العالمية للسوق المحلي، وده اللي بيخلينا بنتكلم نفس اللغة اللي العالم كله بيتكلمها، وبالتالي هيبقى عندنا فرصة كبيرة ان احنا نصدر منتجاتنا وده اللي بيحصل النهاردة. احنا عايزين نزود صادراتنا ان شاء الله الفترة الجاية لدول مختلفة في العالم زي أفريقيا وروسيا وأوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. طيب ايه حجم اقبال المواطنين على المعرض يا فندم؟ فيه هل في اقبال جيد؟ هل تنتظروا اقبال اوسع في خلال الايام الاجازة الويكند جمعة وسبت؟ والله ما شاء الله، يعني امبارح دايما بيبقى الخميس بيبقى قل شويه بس كان في اقبال عالي. النهارده احنا بادئين من ما فيش نص ساعه من الساعه 2، الناس كانت مستنيه من بعد الصلاه برغم المطره، قلنا يعني مطره الحمد لله الشمس طلعت دلوقتي، ما شاء الله يعني ناس واقفه طوابير على المدخل، بس حابين احنا فاتحين البوابات بتاعت المعرض من جهات مختلفه عشان ما يبقاش في زحمه وتقدر الناس تيجي براحتها، وفي اتوبيسات بتنقل لحد الباب بتاع المعرض عشان يبقى في فلو او في دخول سلس للزوار، والحمد لله مالين المعرض يعني. بس عايزين الناس كلها ما تفوتش الفرصه دي، ما حابين ان هم ييجوا ويتفرجوا بنفسهم، وهيشوفوا ان هم هيضطروا ييجوا مره واثنين وثلاثه لان بجد الحاجات حلوه قوي. هو المعرض مستمر لغايه يوم كام يا فندم؟ لغايه يوم الحد ان شاء الله. الحد ما فرصه كبيره ان يستفيدوا بالعروض والخصومات اللي معروضه في خلال الثلاث ايام الفاضلين. طيب لو رحت لحضرتك لصناعه الاثاث نفسها، ايه ابرز التحديات اللي بتواجه الصناعه في مصر؟ بص حضرتك احنا عايزين نعلي انتاجيتنا، يعني احنا من البروتوكول اللي اتكلمنا فيه امبارح احنا واقعيين، عمرنا ما هنطلع الكم ولا بتدور ان احنا نطلع منتج جودة قليلة وسعره رخيص، لا بالعكس احنا بنعمل جودة عالية، بنهتم بالتصميم ان يبقى فيه فكر جوه الصناعة بتاعتنا، ما بالتالي بنشجع المصممين سواء كان من العالم كله او المصريين سواء اللي في السوق العملي او حتى في الجامعات، حتى عندنا جامعات عارضة معانا في المعرض ده عشان نوريهم ازاي نربطهم بالصناعة من سن بدري، من وهم في الجامعة يعرفوا متطلبات الصناعة ايه والمستهلك عايز ايه، عشان نقدر نطلع منتج مختلف مميز مطلوب من المشتري المصري وبسعر كويس جدا. طيب فيرنكس اند هوم هو اشهر العماله كمان. اتفضل يا فندم. لا احنا من اكبر الاتحادات دي موجوده في الصناعه كلها وليس في صناعه الاساس بس، ازاي يبقى عندنا عماله مدربه بشكل عالي ان تطلع انتاجيه اعلى بجودة consistent زي ما بيقولوا أو جودة واحدة، ده للسوق المحلي وللعالم كله. النهاردة انت عندنا حاجة في مصر بس مشاريع قومية مش هتتفرش غير من المصانع المصرية، وبالتالي ده تحدي يعني مش شرط، لكن احنا بالتالي واخدين على عاتقنا ان لازم انتاجيتنا تبقى عالية وجودتنا تبقى عالية اللي احنا نقدر نلبي طلبات السوق المحلي بدون اللجوء لأي استيراد ان شاء الله. ان شاء الله. فندم في معارض كتير بتتعمل لصناعه الاثاث في مصر، هل في تكامل ما بين المعارض دي خصوصا المشاركين في هذه المعارض ممكن يكونوا من نفس اصحاب الشركات؟ بص حضرتك احنا بندعم اي او بنقف ورا اي معرض ناجح بيساند المصنع المصري، يمكن بس ما يميز المعرض ده ان احنا بنقف اكتر شويه جنب المصنعين المصريين اللي احنا بنجمعهم مع بعض، عندنا فئات كتير قوي من المصنعين اللي موجودين من محافظات مصر كلها في المعرض ده، منهم ناس بتصدر ما كناش نعرف عنهم سواء كان في من اسيوط ولا في اسكندريه ولا دمياط ولا حتى في القاهره، ما كانش عارفين ياخدوا الفرصه ان هم يخشوا في معارض تانيه، احنا النهارده اتحنا لهم الفرصه دي، اتحنا لهم ان الناس تبص عليهم تبص على منتجهم اللي بيطلعوه بره، ان الناس برضو احنا بنبص عليها من اتجاهين، بنبص من مصلحه المصنع ان هو يبقى عنده رواج للصناعه بتاعته ومصلحه المشتري، لان احنا محتاجين
ان المستهلك المصري يشوف الجوده والبضاعه اللي هي طالعه من المصنع مباشره ليه، وبالتالي بسعر كويس جدا، وفي نفس الوقت بيقدر هو يحدد اللون اللي هو عايزه، الشكل اللي هو عايزه، والاهم من ده كمان الضمان، لان هو بيبقى واخد من المصنع مباشره، واحنا بنضمن له كمان البضاعه اللي هو بياخدها منه. باشمهندس احمد حلمي رئيس غرفه كل المعارض تبقى بالشكل ده. باشمهندس احمد حلمي رئيس غرفه صناعه منتجات الاخشاب والاثاث، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، نورتنا، وكل التوفيق ليكوا في المعرض.